قدم صباح اليوم رئيس تحالف الجمعيات الشبابية من أجل السلام والتنمية محمد مهدي عبد الرحمن حديثا صحفيا تناول فيه دور ومشاركة الشباب في التنمية واستخدام وسائل الإعلام الحديثة في خدمة المجتمع. عبد الله إبراهيم والتفاصيل. الريزو سوشيو بلخص لي أخواننا الجن بيجي عليهم ده شغل الما بيجيب آفي ما بيجيب آفي نقول شنو انت كمين داك مشاكل ما نادم تلانسي في فيسبوك تأييرا نادم تأييبا نادم هاكو ما كل يعني شغل ده وبنفسه كل قد بهم فوقا وكربا بيدين تنين في كلام أنا البوكو رام يا جماعة بوكو رام ده سيامان نادا كل يعني فجر فيها لي كوتي أنا زونو نو كوتي أنا لكن il faut خلي vigilance أنا الأول فيها تونا بوكو رام ده توجور ساكلو نكربو ونفكرو و il faut نار انت كان شبت ما عجبك ده يعني كم ياتو جنب كومسيرا ولا كم كده يعني تقدر تسينيالي ان لي ناس انا لا انسيما سبيرير لي انسيان شيرشير يا ما تلفات زي ما سيني كلمت لي 6 مارس الباسي غوفرنمون مال بلاتفورم ديغو هالان الانسيان شيرشير كوم نقول يعني في البلاتفورم را غادين نصل اكور بطن يا اخوانا يجرجو هما تانا غريف دا يعني شغل ده ما ادري